أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية السيد أحمد أبو الغيط أن ما يشهده العالم من تغيرات يجعل من القمة العربية فرصة لترتيب المواقف العربية. وخلال كلمته بالقمة العربية بالجزائر، أشار أبو الغيط إلى أن المنطقة العربية تعاني من تهديد للأمن الغذائي بالإضافة إلى الفقر المائي. ما يشهده العالم من تغيرات غير مسبوقة منذ عقود، وما ترتبه هذه التغيرات في الظروف الدولية من تبعات هائلة على الشعوب والدول عبر العالم، يجعل القمة ضرورة واجبة وفرصة سانحة لكي نرتب أوراقنا ونناقش قضايانا ومواقفنا العربية في عالم تتحرك أحداثه في سيولة مخيفة وتتوالى أزماته في تتابع مروع. إن المنطقة العربية شئنا أم أبينا تقع في قلب الأزمات، فهي من ناحية ركيزة أساسية في معادلة إمدادات الطاقة وأسعارها العالمية، ومن ناحية أخرى هي ضحية أولى للتغير المناخي وأثاره المدمرة من حيث الجفاف وغيره، ومن ناحية ثالثة تعاني المنطقة من تهديد خطير لأمنها الغذائي كما تقع غالبية دولها في نطاق الفقر المائي.